قبل البدء بالبحث عن العقارات الرخيصة، يتم التقاط بضعة صور على الشاطئ للزوجة التي تنتظر في الوطن. ويستفيد تاجر العقارات البرتغالي نونو دوراو كثيرا من المشترين القادمين من الشرق الأقصى، فقد باع عقارات بقرابة 50 مليون يورو. فالعقارات في البرتغال رخيصة مقارنة بالمدن الصينية الكبيرة. وتكمن الميزة الثانية في الحصول على تأشيرة دخول لكل أوروبا حال شراء عقار بقيمة أكثر من نصف مليون يورو. المجيء إلى أوروبا أمر سهل بالنسبة لنا كصينيين، وعلينا فقط شراء منزل ومن ثم نحصل على تأشيرة دخول لخمس سنوات. كما يتيح ذلك سهولة الدخول للأسواق الأوروبية، وهذا ما يجذب الصينيين إلى جانب شراء المنزل. ويبلغ سعر هذه الفيلا 12 مليون يورو، ومن ضمن ذلك القطع الفنية الموجودة بداخلها. يعشق الصينيون الأماكن المربعة وترتيب المساحات وفقا للفلسفة الصينية، ويحبذون شراء العقارات الجديدة تماما. ولا يستفيد كل البرتغاليين من تلك التجارة بغض النظر عن طبيعة المساحات وقدم أو حداثة العقارات. وكذلك لم يستفد الصيادون مثلا من الانتعاش الحاصل في سوق العقارات، بل إن بعض المواطنين باعوا بيوتهم تحت ضغط الأزمة. الأمر هكذا، إذا كنت تتقاضى مرتبا كبيرا يمكنك شراء الكثير، والعكس هو صحيح. مثلنا هنا نحن نعتاش على السمك الذي نصطاده يوما بيوم، ولذا لا نستطيع شراء الكثير مرة واحدة. وخلافا لذلك اقتنص نونو دوراو الفرص المتاحة وتخصص في البيع للصينيين. ويتم حالياً بناء بيوت جديدة بمساحة 500 متر مربع تقام مكان بيوت الصيادين السابقة، ويبلغ سعر البيت الواحد 5 ملايين يورو. ما الذي يعجب الزبائن في البرتغال؟ تسمع عن الأزمة لكن لا تشعر بها هنا، فلا يوجد صدامات في الشوارع أو ما شابه ذلك، وكل شيء يسير على أحسن وجه. إنه وقت جيد للغاية للاستثمار في البرتغال، وأسعار العقارات منخفضة بشدة، ولا يمكن مقارنة البرتغال بأي بلد آخر صغير في أوروبا. وعادة ما يقرر الصينيون في المتوسط خلال 3 أيام فقط بشأن شراء العقار، وغالبا ما يتحمسون حينما يرون مثل هذا المنظر.